السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو. في هذا الفيديو حبيت فقط ندير لكم توضيح لأصحاب شهادة التعليم المتوسط البيام اللي جاز اللي فوتوه السمانة اللي فاتت بيام 2023. كاين بزاف اللي راهم يقولوا معدل الانتقال هو 9 لا 9.80 لا 10، كل واحد راهو يمت في رايو هكاك. ما كاين حتى معلومة مؤكدة من وزارة التربية، مازال ما كاين حتى معلومة مؤكدة، مازال ما بداو في التصحيح في تصحيح المواضيع، ومازال ما داروش معدل الانتقال. معدل الانتقال ومن بعد باش يقولوا الى 9 ولا 10 قد بزاف راهم يلقاو في جوجل باللي معدل الانتقال 9 الى غيرها، كاين معلومات خاطئه او معلومات قديمه. ما تخلوش الناس تتامل باللي كاين طلعه ب9 ومن بعد ما كانش، ولا يطمعوا باللي كاين طلعه وان شاء الله تكون كاين طلعه ب9 وعلاش لا. وكاين بزاف مساكن يطمعوا يقولوا كاين طلعه ب9 ومن بعد ما كانش، هذه ماشي خدمة. اوكي، هذا واش حبيت نقول لكم باللي مازال ما بان حتى حاجه. كي يكون كاينه حاجه رايحين تلقاوها في صفحه وزاره التربيه، ولا نحطها لكم انا اذا لقيتها. اذا خلوا املكم في ربي وشدوا في ربي، ربي ينجحكم، واللي تعب اكيد اكيد رايح ينجح ورايحين تفرحوا. وما تقلقوش رواحكم، انتم درتوا اللي عليكم وخلوا الباقي على ربي، ربي يفرحكم ان شاء الله وينوركم وينجحكم في حياتكم. اذا بقاو على خير وما تتقلقوش.